هذا وأكد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن مملكة البحرين عملت على تنفيذ الكثير من المشاريع الإغاثية حول العالم، ما جعلها تتبوأ مكانة ريادية رفيعة في العمل الإنساني. مساعداتنا الإغاثية متوزعة في كثير من دول العالم بدون أي تمييز، ولها ديمومية خاصة وفوائد مهمة كمصنع الأطراف الصناعية ومستشفى مكتبة ومدرسة البحرين في غزة ومعهد المعلمين ومستشفى أبار مياه في الصومال ووحدات تقنية المياه في باكستان ومجمع البحرين العلمي في مخيم الزعترين للاجئين السوريين في الأردن ومستشفى ميداني في تركيا للاجئين السوريين والشعب الأفغاني مؤخرا بسبب الحروب والمشاكل اللي تواجههم. كل هذه الأشياء وتحرك سريع حسب رؤية ودعم سيد جلالة الملك اللي يأمن أن رقي البلد مو فقط على مدى أن الإنسان يخدم نفسه من داخل حدوده، بس أيضا يوصل للمتضررين من دول عربية إسلامية، دول شقيقة.